أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله الطاهرين المبجلين وصحابته الغر الميامين المحجلين، ومن تبعهم وجاهد جهادهم إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، أيها الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من رحاب المسجد الأقصى المبارك نحييكم ونشكر لكم متابعتكم. أما بعد، فما زلنا بعون الله وتوفيقه نطوف مع حضراتكم في صفحات التاريخ، ونقلب فيها بحثا عن أعلام المسلمين في التاريخ القديم وفي التاريخ الحديث، حيث كان سقوط دولة المماليك التي حكمت مصر والشام والحجاز وجزءا من شمال أفريقيا لأكثر من قرنين ونصف، إذانا بدخول العثمانيين إلى الأقطار العربية وحكمهم لها. فورث العثمانيون تركة المماليك، وامتد سلطانهم إلى العراق شرقا ثم إلى الجزائر غربا. وقد دخل العثمانيون بعاطفة دينية كبيرة تهدف لإعادة كل مقدس إلى رونقه القديم، وذلك بعد ضعف المماليك. وبطبيعة الحال كانت مدينة القدس محط هذه العناية والرعاية، فأحدث العثمانيون فيها ثورة ونهضة عمرانية كبيرة. ومما روي عن السلطان سليم العثماني أنه حين وصل فلسطين لأول مرة حرص على التوجه صوب المسجد الأقصى للصلاة فيه، وذلك قبيل دخوله مصر في العام 923 للهجرة. وقد شهدت القدس أعظم نهضة عمرانية وحضارية في تاريخها على يد ابنه السلطان العثماني الشهير سليمان القانوني. ومن مآثر السلطان سليمان القانوني أنه شرع في الإنشاء والتعمير والتجديد في مدينة القدس، وترميم وصيانة المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة، واستمر الترميم في هذين المبنيين العظيمين مدة 10 سنوات. وقد استخدمت فيها مواد وأشكال وألوان وتقنيات جديدة مثل زخرفة البلاط واستخدام القاشاني الملون بواسطة أشهر وأمهر الحرفيين والخطاطين العثمانيين. وكان من أبرز النشاط العمراني الذي قام به العثمانيون وخاصة في عهد السلطان سليمان القانوني في مدينة القدس هو إعادة إعمار السور الذي يحيط بالمدينة من جهاتها الأربعة. فقد ظلت القدس بلا أسوار لمدة تعدت 300 عام كاملة، حيث إن السور قد تهدم نتيجة الغزوات، وكان سور المدينة يحميها من غزوات الصليبيين وغارات الناهبين. فأعاد السلطان سليمان القانوني بناءه بصورة محكمة على ارتفاع يتراوح ما بين 12 إلى 15 مترا وعلى طول 4 كيلومتر تقريبا وبسمك 3 أمتار. وقد جلب له البنائين والحرفيين من القاهرة وحلب واسطنبول وغيرها، واستمر بناؤه 5 سنوات كاملة، ولا يزال نقش إنشائه شاهدا على ذلك. أيها الإخوة الكرام، وفي عام 945 للهجرة وفق 1538 للميلاد أمر السلطان سليمان القانوني ببناء أبراج للمراقبة الدائمة ليلا ونهارا لكل من الداخلين والخارجين قرب باب الخليل، أحد أبواب القدس الشريف، وكذلك في برج داود، وهو من أشهر الأبراج القديمة الباقية إلى يومنا هذا في القدس، فضلا عن إعادة تعمير وبناء أبواب القدس مثل باب العمود وباب الخليل، فيما لا تزال بعض النقوش شاهدة على تجديدات العثمانيين
وخاصة عصر السلطان سليمان القانوني حتى يومنا هذا. أيها الإخوة الكرام، وإذا كان السلطان سليمان قد حرص على بناء وتجديد سور وأبواب القدس وتدعيمها بالأبراج العسكرية للمراقبة الدائمة للمدينة وحمايتها من أي عدوان أو غارات محتملة، فقد خدم المدينة المقدسة أيضاً بحماية عسكرية شديدة، وذلك من خلال دعم الوجود العسكري داخلها وحولها بهدف تعزيز الحماية والأمن فيها، حيث أعاد بناء وترميم قلعة القدس. وكان المماليك قد بنوا هذه القلعة في بداية القرن الثامن للهجرة وفق الرابع عشر للميلاد، وذلك بعد طرد آخر وجود صليبي من بلاد الشام بسبب تخوفهم من عودة الغزاة مرة أخرى. ولكن فيما بعد انتابها الخراب مع الزمن، وأمست المدينة بلا قلعة للدفاع عنها ضد غارات اللصوص على سكانها الآمنين. هذا ومن أجل حفظ الأمن في المدينة أصدر السلطان سليمان القانوني فرمانه، أي قراره، بإعادة بناء وترميم قلعة القدس في عام 938 للهجرة وفق 1531 للميلاد، وحرص على تخليد اسمه على حوائطها. وكان الهدف من بنائها هو حفظ الأمن على القاطنين والزائرين للمدينة المقدسة، كما حرص على إنشاء مسجد في الزاوية الجنوبية الغربية من قلعة القدس، وجعل فيها حامية عسكرية دائمة قدرت ب200 جندي عثماني. وقد لاحظ الموظفون العثمانيون بعض المشكلات التي كانت تواجه سكان القدس حينذاك جراء النقص الحاد في المياه، فضلا عن الزوار الوافدين إليها، مع الإشارة إلى أن المماليك والأيوبيين أنشأوا بعض الأسبلة بجوار المسجد الأقصى الشريف، ثم أضاف لها العثمانيون 5 أسبلة جديدة، غير أن توسع المدينة عبر الزمن كان يحتم على صانع القرار أن يبحث عن حل جذري لمشكلة المياه في القدس، خاصة أن المدينة لا تقع على أي نهر جار. فقد كان في جنوب غرب القدس بحيرة صغيرة تسمى بركة السلطان في بيت لحم من فلسطين، ومنها قرر العثمانيون إنشاء قنوات دائمة للمياه لتوصيلها إلى أسفلة الحرم القدسي. وبعد بناء استغرق نصف عام فقط، وصلت مياه القناة إلى الطريق الموازي للحرم من الجهة الغربية، وذلك في شهر رجب عام 943 للهجرة وفق 1536 للميلاد. وبعد 3 أسابيع فقط ورد الماء إلى سبيل باب السلسلة، أحد الأبواب الرئيسة في الجهة الغربية للمسجد الأقصى المبارك. ومن ذلك الموقع تفرعت قناة نحو الجنوب الشرقي باتجاه بركة صغيرة على شكل كأس تقع شمالي المسجد الأقصى. فقد كان السلطان سليمان القانوني قد أمر بتجديدها ضمن جهوده لإعادة رونق ومكانة الأقصى، وهو الآن متوضأ للمصلين. حتى إن الرحالة أوليا جلبي وصف السلطان سليمان بمجدد القدس بسبب هذه الجهود العظيمة. هذا ومما يجب ذكره أن السلطات الإسرائيلية المحتلة في هذه الآونة تحاول العبث في الآثار الإسلامية وطمسها بما فيها آثار العثمانيين، فتضع بالزيف والتزوير نجمة داود الإسرائيلية والرموز اليهودية مكانها للإيهام بأنها آثار لهم. وبهذا نكون أيها الإخوة الكرام نكون قد مررنا بسيرة واحد ممن لهم عظيم الأثر في القدس والأقصى، وهو السلطان العثماني سليمان القانوني رحمه الله تعالى وجزاه خيرا عما أحدث
وأنتج من نقلة حضارية وعبرانية وخيرية للمسجد الأقصى المبارك وللقدس الشريف. وأخيرا نستودعكم الله أيها الإخوة الكرام الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فما زلنا بعون الله وتوفيقه نطوف مع حضراتكم في صفحات التاريخ، ونقلب فيها بحثا عن أعلام المسلمين في التاريخ القديم وفي التاريخ الحديث، حيث كان سقوط دولة المماليك التي حكمت مصر والشام والحجاز وجزءا من شمال إفريقيا لأكثر من قرنين ونصف، إيذانا بدخول العثمانيين إلى الأقطار العربية وحكمهم لها. فورث العثمانيون تركة المماليك، وامتد سلطانهم إلى العراق شرقا ثم إلى الجزائر غربا، فأحدث العثمانيون فيها ثورة ونهضة عمرانية كبيرة. ومن مآثر السلطان سليمان القانوني أنه شرع في الإنشاء والتعمير والتجديد في مدينة القدس، وترميم وصيانة المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة، واستمر الترميم في هذين المبنيين العظيمين مدة 10 سنوات، كما حرص على إنشاء مسجد في الزاوية الجنوبية الغربية من قلعة القدس، وجعل فيها حامية عسكرية دائمة قدرت ب200 جندي عثماني. وأخيرا نستودعكم الله أيها الإخوة الكرام الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.